اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه. هنعمل النهارده وصفات حلوه سهله اقتصاديه وهتعجبكم جدا. في الاول عايزه اقول لكم ان ارقامي هتظهر، ارقام التليفونات على الشاشه، وممكن تتابعونا بعد كده هو برضو على السوشيال ميديا. اي اسئله بتبعتوها لي على صفحه الحياه وانا بجاوبكم عليها، بس بليز نزلوها على البوست بتاع الحلقه عشان اعرف اشوفها. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل كفته بالبرغل، وهنعمل مكرونه بصوص احمر تحفه، وهنعمل بطاطا بالكروكون اللي هو السكر المكرمل. الكفته بالبرغل هقول لك مقاديرها حلوه، وبعدين فيها ميزه حلوه قوي ان هي ما شاء الله بتنفش البرغل، بينفش فبتعمل كميه كبيره قوي. هعمل نص كيلو لحمه مفرومه، كوبايه ونص برغل، بصلتين كبار مبشورين، اربع فصوص ثوم، قرن فلفل حراق، فلفلتين رومي. البهارات بتبقى اختياريه ان انت تحطي البهارات اللي بتحبيها، بس انا هقول لك البهارات بتاعتي. معلقه صغيره بهارات مشكله، نص معلقه جنزبيل باودر، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود، وبقدونس اختياري تحطيه او ما تحطيهوش. اوكي، هنيجي نعمل الكفته بتاعتنا. الكفته دي في ناس بتسويها في الفرن، في ناس بتسويها على النار. انا بعملها الاول على البخار. على البخار بيخليها تتفتح وبيخليها تنفش وطعمها بيبقى حلو وبتستوي بسهوله، وبعد كده بحمرها. هاجي اول حاجه هجيب ميه سخنه وانقع البرغل بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. البرغل المفروض يتنقع نص ساعه، بيبقى بالمنظر ده، بيشرب الميه. بصي يعني ادي الفرق بين ده وبين ده اهو، اهو دي اللي لسه حاطينه عليها، ودي اللي البرغل نفش فيها. هاجي دلوقتي وهعمل ايه؟ هخلط مقادير الكفته مع بعض. لو البرغل عندك ناعم واللحمه مفرومه ناعم، مش محتاجه ان انت تضربيها في الكبه. لو البرغل خشن هيحتاج ان هي تتضرب في الكبه شويه. اوكي، ادي اللحمه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم. الفلفل الرومي عصريه، بصي لازم الميه تنزل منه. اي كفته مش مستحسن يبقى فيها اي سوائل علشان ما تفكش منك. ادي ميه الفلفل. البصل نفس الكلام، لازم اعصره ميته تنزل. نحصره شويه شويه اهو. وادي بصي جامد، ننزل الميه بتاعته كلها اهو. ثوم، الفلفل الاخضر الحراق، وده برضه اختياري لو انت مش عايزه فلفل حراق خلاص. والبهارات بتاعتي الجنزبيل والبهارات المشكله والفلفل الاسود. انا هحط بقدونس لان بحب البقدونس فيها. هخلطها الاول لوحدها اهي، بتدعكيها كويس قوي مع المكونات اهي، وبعد كده هحط عليها البرغل. البرغل معصور كويس جدا اهو يا ولاء. الو الو، صباح الخير. صباح النور يا ولاء، ازيك حبيبتي؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ كله تمام يا قمر. مبروك اسبوع حضرتك البرنامج. الله يبارك فيكي. ميرسي يا حبيبتي بنورك. انا فرحت جدا لرجوع حضرتك بجد. يا رب يخليكي، ميرسي يا روح قلبي، تسلمي لي. كنت حابه اهني حضرتك لرجوع حضرتك للبرنامج حبيبتي، وحابه اعمل تهنئه لجوزي. اتفضلي. النهارده عيد ميلاده، بقول له كل سنه وانت طيب. كل سنه وهو طيب. وعيد ميلاد بنتي برضو النهارده ما شاء الله. كل سنه وهي طيبه. عندها كم سنه؟ عندها 4 سنين. اسمها ما شاء الله حبيبه قلبي. عيد ميلاد سعيد يا كنزي. تعالي يا كنزي كلمني، تعالي. عيد ميلادها النهارده. كل سنه وهي طيبه حبيبتي. سنه سعيده حبيبي. رونز دي كنزي. كل سنه وانت طيبه وهابي بيرثدي، ويا رب كده تبقي احلى عروسه ان شاء الله، وتفرحي مامي وبابي بيكي. كل سنه وانتم طيبين. انا هاخدها لفه في الكبة علشان
تمسك في بعض. وعين بالراحة كده اهي. على حلة فيها مية ومصفى. خلاص احنا مش عايزين نعملها كلها. هنيجي نصبع الكفتة. ادي ادي الحلة دي. طبعا انت ممكن تجيبي اي حلة وتحطي عليها مصفى وتغطيها. المية بتغلي تحت اهي. جايبها ياسر. المية بتغلي تحت عليها المصفى عشان نحط الكفتة نشكلها اهي. في احنا كمان مشكلين جاهزين. هنعمل اتنين. بصي اهي. بتبقى تخينة شوية لان هي كده كده هتستوي من جوه. اهو كده اهو. خليني بس احطهم علشان الناس ايه تتخيل الموضوع. هعمل واحدة تانية وهطلع لك فاصل حالا. اهو. اضغطي جامد عشان ما تفكش. تحاولي كلهم يبقوا نفس الحجم. كده اهو. وهنغطيها طبعا. هنعمل الكميه كلها وهنغطيها علشان البخار يسويها. ونطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل تاني. استنونا. رجعنا من جديد. ده شكل الكفته بعد ما بتستوي على البخار. كل اللي بنعمله ان احنا بقى ايه بنشوحها في سمنه او زبده او بنحطها في الفرن. ندهنها بالفرشه ونحطها في الفرن تتحمر. اوكي. وممكن كمان الناس اللي عندها او القلايه بالهواء دي تعملها فيها. بس برضو لازم تدهن بالفرشه زيت. بس هي اسهل طريقه ان انت لو انت مش عايزه دهون تدهنيها وتحطيها في الفرن. انا حاطه زبده على زيت دايما لما تحمري بالزبده. لو انت الوصفه مش طالبه البراون باتر اللي هي الزبده البني هتحطي معاها زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط اهو ادي الكفته بنحمرها. وبعدين زي ما قلت لكم ما شاء الله بتبرك وبتعمل كميه كبيره. واحنا بنحمرها هنقول مقادير المكرونه. ما بقلبش كتير عشان ما تتفتتش يعني. مقادير المكرونه حلوه قوي بجد. انا هستعمل نص كيلو مكرونه. هستعمل انا عامل النهارده الاسباجيتي. 3 فصوص توم كبيره يعني لو التوم الفصوص صغيره اعملي 6. هستعمل 3 معالق اكل طماطم صلصه. هستعمل 4 طماطميات برضو كبار معصورين من غير ميه وهنتكلم في دي دلوقتي. 3 معالق كبيره كاتشب، ملح وفلفل، معلقه كبيره سكر، رشه زعتر، ومعلقه خل تفاح. اوكي. اديني بحمر لسه. هحط الاول الزيت والثوم. الطماطم بعصرها ليه من غير ميه؟ علشان الميه اللي هحطها عليها هقعد اسبكها على النار عشان الميه تتبخر منها، فهتاخد مني وقت اكتر وهتاخد غاز اكتر. يعني احنا في غنى عن كده. فعلشان كده بعصرها من غير ميه. وما تقوليش تبوظ الخلاط. قطعي الطماطم صغير وبتجي بواحده. يعني انت لو قطعتي الطماطم صغيره وحطيتي طماطميه واحده هتبقى زي الميه. تزودي عليها بقيه الطماطم. وبس بصفه عامه اي خلاط بستعمله سواء كبه او شفشق او اي حاجه لازم اقطع الخضار صغير. الثوم يصفر بس مش عايزه غير ان هو يصفر. اهو ريحته طلعت. ما خلوش ابدا يبقى دهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الصلصه عليه لغايه لما الصلصه تشكشك وتبقى عامله كده زي ايه. هوريكم شكلها. بصوا هي دلوقتي كده على بعضها كلها. لا انا بحمر الصلصه بتاعتي لغايه لما تتفصل تبقى كريات صغيره كده تبتدي تفصل من بعضها. يبقى كده هي خلاص. علشان كده انا ما غمقتش الثوم في الاول لانه بياخد برده لون مع الصلصه اهي. المكرونه دي انا عامله فيها صلصه وعامله فيها طماطم علشان الطماطم فيها حاجه اسمها الليكوبين. دي حاجه مهمه جدا 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 من مضادات الاكسده، مهمه
للولاد ومهمه للكبار. وعايزه اقول لكم حاجه، ان صلصه الطماطم اللايكوبين فيها مركز اكتر، يعني الصلصه فيها لايكوبين اكتر من الطماطم الفريش كمان. بصوا ازاي ابتدت تتقسم لكور كده، ابتدت تدخل في السوى. انا عايزه بس اشوف الكفته بتاعتي، اهي الكفته بتاعتي تتحمر. الكفته دي حلوه قوي يا جماعه، وممكن تعملي لها كمان فحمه من فوق، بتبقى حلوه قوي كده اهو اهي. طبعا انا عاملاها على 3 مرات علشان من كل الجناب تبقى متحمره. ادي الطماطم كده بالنسبه لي صلصه الطماطم، هروح حط عليها بسم الله الرحمن الرحيم الطماطم. يعني بصوا الطماطم دي هتحسوا انها فصلت الطماطم عن ميه، الطماطم فيها ميه فمش محتاجه ان انا اعصرها بميه كمان، وهخليها 2 دقيقة تتخدع معاها على ما احمر الكفته. يا محمد ازي حضرتك يا شيفة؟ اهلا، ازيك يا محمد عامل ايه؟ احنا من اصدقاء حضرتك وربنا يوفقك يا رب ربنا يخليك. تسلم يا رب يا محمد، تسلم. الله يديلك الصحه، الله يوفقك وحاجاتك الجميله والله. ربنا يخليك، عينيا ليك. عايز تطلب حاجه؟ وكل حاجاتك والله جميله وبنعملها وراك يعني. طب حلو قوي وبتظبط معاك؟ عينيا لوالدتي بس، ربنا يكرمها يا رب، مالها وتتحرك تتحرك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يبقى الخير كده على وشنا، ويديها صحه وطولة العمر وتتحرك وتعمل اللي هي عايزاه كله، ربنا يخليها لك. ده هم الخير والبركه دول. شكرا يا محمد بجد، الناس الكبار دول وجودهم في البيت بركه كبيره قوي، ربنا يكرمهم ويديهم الصحه. ادي الكفته بتاعتي اتحمرت، هشيلها اهي، ريحتها فظيعه، عايزه اقول لكم طعمها بيبقى تحفه اهي. اوكي كده اهو، نبتدي بقى ايه نغرفها. انا عايزه اقول الوصفه الثالثه، ممكن تشيلها الوصفه الثالثه النهارده، بس عايزه اقلب دي. دايما قلبي كل شويه الصوص علشان ما يلزقش في الطاسه من تحت، مش هتبقى حلوه. بصي هي ديتيلز صغيره، يعني تفاصيل صغيره قوي بس بتفرق في طعم الاكل جدا. هحط عليها الكاتشب، ما تستغربيش ابدا، اللي مستغرب السكر والكاتشب يجرب ويقول لي رايه ايه. ادي معلقه السكر، الزعتر، خلي التفاح اها، الملح بتاعنا فاضل، والفلفل. دايما لما تيجي تعملي مكرونه ما تحطيهاش في الصوص غير اخر حاجه، بمعنى عايزه تعمليها قبل ما تنزلي اعملي الصوص، ولما ترجعي حطي المكرونه حطي ال، انا بحب الفلفل الاسود كتير بيدي طعم حلو قوي، ما بتحبوش كتير حطي رشه، ممكن تستغني عنه خالص، التوابل دي ذوق شخصي. المهم الصوص تعمليه وتخلصيه وترجعي، حتى لو انت عايزه تسلقي المكرونه اسلقي المكرونه بدري مش هيحصل لها حاجه. ترجعي من الشغل او ترجعي من بره او وقت تحضير الاكل هتشطفيها وتصفيها كويس وتروحي حطها في الصلصه. هنخلي الصلصه تغلي بس الاول كويس، وبعد كده تحطيها فيها. المكرونه بتتحط في صلصتها قبل ما تتاكل على طول، طعمها بيفرق خالص تماما. انا هغليها لغايه لما ابتدي الاقي الدهون طلعت على وشها، يعني الزبد. مين معانا؟ يا سميره. يا صباح الفل يا ميسيو، هاي ازيك؟ انت حضرتك اللي كلمتيني امبارح؟ ازيك؟ ده انت هتبقي حبيبتي بقى. يا حبيبتي انت، انا قلت اصبح على حضرتك النهارده، واي بس ما صوت حضرتك. انا بس مش سامعه صوت يا ياسر. ايوه يا حبيبتي. عيني يا حبيبتي. انا بقى قلت اصبح على حضرتك واسمع صوتك. يا صباح الفل، احلى صباح صباحك والله. والله العظيم صباحك كل ان شاء الله، وسنتك هتبقى كل باذن الله. يا رب، ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يكرمك كلكم جميعا يا رب. ربنا يكرمك ويديكي الصحة يا رب. ويصلح ما بين ايديكي دايما يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. قلت اسمع صوت حبيبتي قلب النهارده وكل يا حبيبتي حبيبي والله. حبيبة قلبي والله، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي ليا. تسلمي لي يا رب. أنا بحب الناس الحلوة كده اللي تدي طاقة إيجابية على الصبح.